اليوم الوصفة بتاعنا هي كيفية تحضير أوراق البريك التونسي، اللي هو معناها البريك هو معناها تبقى رئيسي في شهر رمضان الفضيل، وهو معناها أساس متاع بعض التواجن كما الطاجين المنسوقة وكما البريك، اللي هو معناها وجبة متكاملة في شهر رمضان الفضيل. انا معناها اخترت الوصفه هذه نزولا عند رغبه معناها اخ طلب مني، قال لي من تنجمش تورينا معناها كيفيه صنع اوراق البريك اليوم، نزولا عند رغبته باش نلبيو له الاقتراح نتاعو. بالنسبه للمكونات راهم سهلين برشا، عندنا 150 غرام معناها فارينه، 150 غرام فارينه من نوع الباهي نجم نقوله من نوع الفنينة الرفيعة، عندي مغرفة ونص ما يقابل هكا 8 جرامات، مغرفة ونص هكا متاع ماكلة نشا، هذية بشي نشيل الأوراق الملسوقة بتاعي، وعندي قد الفارينة هذيك قد الماء، عندي معناها 150 مليلتر من الماء، 150 غرام فارينة، 150 مليلتر من الماء، ومغرفة ونص انشاء، كيف كيف مغرفة ونص على المية غرام نحط مغرفة متاع ماكلة زيت، مغرفة متاع ماكلة زيت، أنا هنا باش نحط مغرفة ونص زيت، وعندي ربع مغرفة قهوة ملح. هذم هما المكونات، أربعة مكونات ومعهم الملح. باش نبدأ الطريقة راهي سهلة برشا، احنا باش نستعينوا بالخلاط الكهربائي. علاش؟ على خاطر باش نتحصلوا على عجينه متجانسه ومتماسكه. باش نصب الماء، اول حاجه نصب الماء، ومن بعد نحط الفارينه الكل على بعضه، ونحط النشا والملح والزيت، باش نخلطهم مليح مليح على القليلة 5 دقائق حتى لين نتحصل على عجينة متماسكة وباهية. هذه هي العجينة اللي نتحصلوا عليها، شفتوها قداش خاثرة، خاثرة بالقدام، ما يلزمهاش تكون كل ماء، يلزمها بين الكمية هذه اللي عطيتها لكم راهي باش تعمل لنا طزينة بريك. ش معناتها طزينة؟ معروفة الكلمة هذه في تونس، طزينة بريك يعني 12 بريك، 12 ورقة بريك. هذه هي الكمية اللي قلت لكم عليها، 150 غرام فارينة. توا باش نتعداو ونطيبو البريك نتاعنا. كيفاش باش نطيبوه؟ باش نحطو طنجرة من اللوطة تغلي بالماء، وباش نحطو فوق منها هيك المقلة نتاعنا. المقله يلزمها تكون ما تلصقش من نوع الباهي، الباهي ولا المتوسط، المهم تكون ما تلصقش. هذه هي الكثافه نتاع العجنه نتاعنا، شوفوها. باش نستعمل الفرشات، راهي سهله برشا الطريقه هذه، المهم اهم حاجه هي السرعه، يلزمنا نسرعوا واحنا نعملوا في الورقه نتاع البريك هذه. شوفوا سخن ولا نركح المقلة نتاعي ونبدأ. بسم الله نبدأ
ما يلزمنيش نخلي حتى نقطة حتى ثغرة في وسط العجينة هذه. كعبة البريك قاعدة تطيب كما تشوفوا. إذا كان شوفوا الأجناب يطلعوا يطلعوا هكا شوية، ما زالوا هما توا. إذا كان الأجناب يطلعوا نجبدوا الورقة نتاعنا. يكون بحذية معناها صحيح هكا ندهنه هكا شوية بالزيت بيديا صحيح. هيك بدات تطلع هي طابت كعبة البريك. هذه هي كعبة البريك شفتوها. هذا هو البريك متاعنا هو حذر. الكمية اللي قلتها لكم عملت لي كان 8 كعبات. 8 كعبات علاش؟ على خطر انتي والطاجين، اذا كان الطاجين متاعك الطاوة متاعك تكون معناها كبيرة بالطبيعة باش تكون معناها الكمية اقل. انا قلت 12 كعبة على خطر قملت قبل في طاوة اصغر من هذه شوية اضرف، حبيت اليوم نعمل في طاوة اكبر عملت لي 8 كعبات. على كل حال نتصور اغلبية العائلات 8 افراد، هذا هو معناه الكمية هذه ان شاء الله تكون كافية لعدد افراد العائلة. هذه هي طريقة الاوراق البريك، نتمنى انها تكون عجبتكم ونالت رضاكم. راكم تشوفوا فيها كيفاش معناها طرية على الاخر، طرية على الاخر وباهية. نتمنى انكم تجربوها وتقولوا لي شنو رايكم. نتلقاو ان شاء الله سبت واحد واربعة على الساعة 3 بتوقيت تونس على قناة مطبخ الأكلات التونسية، وإلى اللقاء.